السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد المنسوج جديد، واحد الكافيتير الكتريك، هي على شكل كوكو عصاره ديال القهوه، فيها سيطاس وفيها طواطاس. اليوم ان شاء الله غنجربوا لكم باش تشوفوا. ان شاء الله نبداو على بركه الله. كنشعلوها من هنا، المهم انا غادي نطفيها. المهم هنا كتشعل من هنا، ها هي يا مكونه من هذا، في هذا الكاس، هذا فيها هذه غير كنديروا ملي كنديروا الكافي كنحبسوا بالحد اللي بغينا. فيها هذه، هنا فين كنديروا القهوه، هنا غنديروا الماء، نديروا الماء ديالنا. هذه كتهزي طاس الماء، نوصلوا حد هنا ونحبسوا. بالنسبه لسيطاس بغينا نديرو قل، نقدو نديرو قل واخا هي ديال سيطاس. كنديرو هادي، نديرو القهوه ديالنا، حسب كاين اللي كيبغي قاصحه كاين اللي كيبغي خفيفه. هنرجعو هاد النقطه، هذا هي طريقة سهلة بزاف. كنشعلو عندنا هاد الكاس، هذا عندنا طوس طاو، هي كيف ما كتشوفوا معانا. بالنسبة لهاد الكافيتيغ اللي زوين فيها ما كتشدش لي سباس، ماشي فحال الكافيتيغ الكتريك العادية اللي كنعرفو ديال سيطاس، يعني كتكون شوية كبيرة، هادي صغيرة وسيطاس. هاهي بدات كتسخن هنا، اول ما بدا كيسخن. وهادي هادي صالحه للقهوه، هكا قهوه كافي نوار. ونقدو حتى نديرو الحليب هنا في بلاصه الماء اللي درت، نديرو الحليب ونديرو قهوه باش تطلع علينا قهوه حليب كافي كخير. كافي كخير وكتجي زوينه بزاف حيت كتجي معصره. باينه تشوفوا معانا لحظه كيفاش غطلع ان شاء الله القهوه ديالنا. وكيف ما غادي تلاحظوا اللي زوين فيها ما كدير الصوت نهائيا، ماشي فحال الكوكوط مانيي اللي كنديروا فوق البوطه كتسمعي داك ملي كتبدا تطلع القهوه كتسمعي داك الصداع ديال، هذه ما كدير الصوت نهائيا. عندها تقريبا شي 3 دقائق باش غطلع لنا القهوه، يعني ماشي بزاف. واللي زوين فيها نقدروا نديوها معانا لانها الكتريك، الا سافرنا ولا مشينا لشي بلاصه نقدروا نديوها معانا. بالنسبه لي ما كيقدرش يستغنى على قهوه كحله، يعني هذه راه تصلح ليه، ماشي بحال كوكوط مانيي خاصك ديها وتقلبي على البوطه وتقلبي على هذه، مزيانه براسك. غنبقاو معكم تطلع القهوه ديالنا ان شاء الله، حتى الفيديو ما غنوقفوش. وكيف ما قلت لكم راه كاينه سيطاس وكاينه طواطاس. زوينه بزاف، كنسالي تصايبني القهوه كتهزو كديرو في بلاطو كتقدمها هكا، يعني صافي المنظر زوينه. صح، هي بدات وقيله كي فيها هاد لاكولوغ زوينه هادي. هاي كنحسبها دابا انها قريبه، هاي دابا كيف ما كتلاحظوا هاي القهوه ديالنا دابا موجوده. كيف ما قلت لكم ما كاين الصوت نهائيا، you
صافي ها هي القهوة ديالنا وجدات. هتخرج من هنا القهوة بالصحة والراحة. ها هي القهوة باش غادي تشوفوها. ها هي بالصحة والراحة. نتمنى هذا المنتوج يعجبكم ان شاء الله، وراه ان شاء الله غادي تلقاوه متواجد في جميع انحاء المغرب عند الموزعين ديالنا ان شاء الله. ومرحبا بكم في فيديو اخر ان شاء الله. بالنسبة كما قلت لكم هذه راه فيها جوج القياسات، كاينة سيطاس وكاينة غواطاس، ونقدر نديوها معنا فين ما بغينا. بالصحة والراحة، إلى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله.